حضرتك. هنروح دلوقتي لتقرير من طلاع الجيش. زي ما قلنا لحضراتكم دايما كاميرا الاشبال هتتجول داخل قطاعات الناشئين في مصر. رحنا قطاع الناشئين بالمولين عرب، ورحنا الفيوم قطاع الناشئين مصر المقاصه. دلوقتي كاميرا الاشبال موجوده داخل قطاع الناشئين بطلاع الجيش. نشوف تقرير مع الكابتن محمد مهدي مدير قطاع الناشئين بطلاع الجيش، نرجع لحضراتكم مره ثانيه. الحمد لله احنا عندنا قطاع ناشئين دلوقتي الحمد لله بقى على مستوى كويس جدا طبقا لخطه الحمد لله وضعناها من 5 سنين اول ما تولينا المسؤوليه. وكان طبعا بمسانده مجلس الاداره والسيد رئيس مجلس الاداره بان احنا عاوزين نعمل قاعده عريضه بالنسبه للناشئين نبتدي نمد بيها الفريق الاول، لان طبعا حضرتك عارف دلوقتي اللعيبه واسعار اللعيبه والمزايدات اللي بتحصل على اللعيبه والكلام ده. فلما يبقى عندك قطاع ناشئين قوي طبعا اكيد بيساهم بقدر كبير في حل هذه المشكله. فالحمد لله حطينا خطه لمده 5 سنين بان احنا نبتدي مع الفرق ونبتدي ندعم الفرق باللعيبه الكويسه ونجيب مجموعه من المدربين كويسين. وطبعا يعني انا كان ليا رغبه قويه جدا في ان غالبيه المدربين يكونوا عندنا من في البدايه من اولاد النادي الاهلي، لان طبعا احنا كلنا طبعا كشعب مصر في الغالبيه طبعا بيحبوا النادي الاهلي وطريقه لعب النادي الاهلي والثبات الانفعالي لدى اللعيبه لدى النادي الاهلي. فده اللي احنا بالحمد لله اشتغلنا عليه وجبنا مجموعه، انتقينا مجموعه كويسه من المدربين. والحمد لله خلال الفتره اللي احنا حطينا فيها الخطه الخمسيه ديت الحمد لله حققنا النتيجه المرجوه، والحمد لله كانت النتائج الى جانب وجود لعيبه من اللاعبين الناشئين صعدوا مع الفريق الاول. وخدنا الحمد لله السنه اللي فاتت اول بطوله يكرمها الاتحاد، خدنا بطوله 97 اللي هو الفريق الشباب اللي تحت الفريق الاول، وفريق 99 برضه حصل على المركز الثالث، وفريق 2000 خد بطوله المنطقه. الحمد لله فحققنا نتائج كويسه الى جانب في مجموعه من اللاعبين طبعا بقت لعيبه كويسه وطلعت الفريق الاول، مثال في الحارس المرمى مصطفى محمود، وفي علي الزاهدي لاعب تحت الفراوده لعب برضه مع الفريق مجموعه من الماتشات، وفي مجموعه ثانيه وفي لعيب اسمه اوجي برضه فرود، وفي برضه في مجموعه طالعه ان شاء الله، وعندنا برضه من الفرق القويه اللي ان شاء الله بنامل ودي حاطين عليها الامل فرقه 2001 فرقه كويسه جدا، حاطين عليها الامل ان شاء الله ان الفرقه دي يعني تبقى هي القوام الاساسي ان شاء الله خلال سنتين او ثلاثه للفريق الاول. احنا نتمنى والشعب المصري كله يتمنى، وظاهره محمد صلاح ظاهره جميله وافادت الكره المصريه وادت الروح والحماس والانطباع لدى كل اللعيبه ان هي عاوزه تبقى زي محمد صلاح. واحنا كجميع اجهزه مصر بالنسبه للكوره كلها تامل ان هي تطلع تاني زي محمد صلاح والنني والمجموعه ديت، ولكن دي بتبقى محتاجه مقومات ومحتاجه كتير وشغل كتير. فعايزين مزيد من الاهتمام بقطاعات الناشئين باكتر من كده، بحيث ان احنا تملك ان انت ان شاء الله تعمل قاعده كويسه يطلع منها ان شاء الله مستقبلا زي محمد صلاح. طبعا مشكله التسنين والتزوير دول اهم مشكلتين بيواجههم القطاعات الناشئين. طبعا التزوير ده شيء مرفوض، ولكن هو للاسف في بيحصل دلوقتي بالنسبه للعيبه الصغيره في اولياء الامور، بعض اولياء الامور بيلجاوا لموضوع التزوير وان الولد يلعب باسم اخوه او يلعب باسم واحد تاني او الكلام ده. وانا بس الحمد لله احنا بنحاول طبعا اللعيب اللي احنا بننطقيه عندنا هنا ان احنا بنعمل عنده تحريات كويسه بحيث ان احنا نكون واثقين ان هو فعلا ده سنه ودي مرحلته السنيه. اما بالنسبه للتسنين فهو للاسف القانون بيسمح بيه ان التسنين اللعيب المسنن بيلعب بس ما يلعبش في البراعم. فدي برضه يا ريت الاتحاد يلغيها خالص عشان ينهينا المشكله دي. ما فيش لعيب يبقى مسنن لان ما يستدعي التسنين. ما اعتقدش ان احنا في سنه 2020 دلوقتي ولا 2019 يستدعي ان انت تروح تسنن ولد. فايه اللي يستدعي؟ فعشان كده يا ريت ده يكون نداء ان احنا نلغي موضوع التسنين ده نهائي. والله الحمد لله احنا لنا اكتر من مصدر، عندنا المدارس الرياضيه العسكريه كنا بننتقي منها برضو مجموعه من اللاعبين لان كان فيها كره قدم، بننتقي منها مجموعه تيجي برضو بنعمل لهم اختبارات، بنعتمد برضو على الاختبارات. يمكن احنا من الانديه الاقل القليله اللي احنا بنعتمد فعلا على الاختبارات وبنجيب منها لعيبه كويسه، الى جانب بقى بنبعت برضو بعض المصادر لعيوننا في بعض المحافظات بتحاول تجيب لنا اللعيبه اللي هي الكويسه اللي هي ممكن تفيد النادي. يعني الحمد لله كل سنه بنحاول نحط ايدينا على النقص وخصوصا في الفريق الاول، بنحاول نشوف الفريق الاول بينقصه ايه وايه اللي بيعاني منه بالنسبه لمراكز اللعيبه، وبنحاول ان احنا كقطاع ناشئين ان احنا ننتقي اكبر عدد ممكن من اللعيبه في هذه المراكز، ونحاول ان احنا نمدها بقى بالتدريبات والخبرات وكده، وخلال التدريبات والمنافسات ان احنا يبقى عندنا قاعده عريضه في كل المراكز
بالنسبة للفريق الأول. والاتحاد بصراحة والمنطقة قايمين بدور كويس جدا، والبطولات بالنسبة للاتحاد بطولات الجمهورية على مستوى كويس ومستوى راقي لا تقل عن بطولة الدوري الممتاز، إلى جانب المنطقة برضو بتعمل بطولات المنطقة بالنسبة للفرق اللي هي مش بتلعب جمهورية وخصوصا البراعم، وبتعمل نظام كويس جدا إن البراعم طبعا كلها بحيث إنها بتسمح إشراك كل البراعم اللي موجودة في قطاعات البراعم، لأنها بتسمح طبقا لنظام اللائحة بتاعت المنطقة بتسمح إن كل اللعيبة تشارك وكل اللعيبة تستفيد وكل اللعيبة تشاف وكل، فالحمد لله يعني الاتحاد قايم بدوره هو المنطقة. طبعا أنا بشكر كاميرا النادي الأهلي وبشكركم وبشكر برنامج كابتن أسامة اللي يعني بيتيح الفرصة إنه يلقي الضوء على الناشئين، لأنه طبعا بتبقى نادرة شوية، فده مجرد إلقاء الضوء على الناشئين ده شيء جميل جدا وهيكون له طبعا أثر إيجابي جدا في إن الأولاد حتى يحسوا بإن فيه اهتمام وفي رعاية. وطبعا يعني نتمنى للنادي الأهلي التوفيق، وطبعا الكابتن أسامة وجميع الناشئين في النادي الأهلي إن شاء الله التوفيق.